يأخذون القصاص والأخذ الطائر من الجماعات الإرهابية الذي تريد تحطيم مصر وتقسيمها. النهاردة جينا نقول للعالم أن مصر 30/6 كانت إرادة الشعب المصري وليس انقلاب كما يشاع. إرادة الشعب ضد الإرهاب وضد التفرقة العنصرية وتقسيم الإعلام المصري الحر. أنا شايف أي مدير كويس جدا بيدي الصورة الحقيقية ما فعله الإرهاب بداخل مصر. أما الإعلام الحكومي فهو متقاعس ومتخاذل وربنا يشفيه. وعلى الوزيرة أن تتقدم باستقالتها لأنها لم تقوم بدورها كوزيرة إعلام، لأن يوجد عندها طابور خامس وهي ستعرف جيدا أن يوجد إخوان لتعطيل المسيرة الإعلامية الحكومية، فلم تقوم بأي دور تجاهها. النهاردة ما فيش حاجة جديدة بتقدمها لنا وزارة الإعلام. أنا أقول لها سؤال واحد، كم عدد المشاهد في التلفزيون المصري؟ اديني إحصائية. بتطلع كده وتقول للشعب عدد المشاهد الان في التلفزيون. انا ارفض المصالحه، لا يوجد مصالحه مع الارهاب. من يتوهم ذلك فهو واهم، لا يوجد مصالحه مع الارهاب. ونحن نرفض المصالحه، يوجد بيننا وبينهم دم، فنريد القصاص اولا. اما بالنسبه للاراجوز باسم يوسف، بقول انك عندما هاجمت محمد مرسي دافع عنك الامريكان، ولكن عندما تهاجم الرمز القومي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي فلم تجد إلا الشعب المصري أن يقف في وجهك ويدافع عن هذا الرجل الوطني. هسأله سؤال، طب لو فشلت لا قدر الله 30 يونيو من سوف يحاسب؟ من سوف يحاسب؟ هو الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رجل ضحى بحياته بعسكريته وضحى بأشياء كثيرة علشان خاطر يحفظ الوطن.